كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد، تفسير العلوش ذو الخلع، تفسير سورة الأنعام، تكنعم سورة دقات شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ديل زرج العلوش ذو ابتدأت السورة الكريمة بحمد الله والثناء عليه الذي خلق الأكوان وأبدع خلق الإنسان. هر سورة ترليل من سورة عدو للا دال خاستن برسا يحسترسا يو إزا دوشتل ميل دلهم قولنك أدم حلغر قولنك. ومع كل الدلائل الباهرة على وحدانيته ووجوده يشرك الكافرون بربهم. تاقي خزا دليل شلوش نعفا اتعخلرن اخلرن كرشنا شرك لتنسا. فيسوون بين الخالق والمبدع القدير وبين الحجارة السماء البكماء. وفي ذلك يقول جل ثناؤه تحتر وسارا قوال نجي والسوهما دعليس وشوغا طوغا أخما خش أما آلو شوات فالطوغا الله تحتر وسار تيس إيدا شوش إتحقي الله بوغا. أستعيذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. خستم الله استغل نشلات قولن وال زمرتك بود نشي نور قولن وال شولتي عا مصوم دين شولتي عا مصوم دين شولتي عا كرسنا تنزاني قنشة تنوروني خطوة تنسيني روني أطبو بودو إزي عدلون تيش شرك بودو. هذا تعليم من الله لعبادي. هلا الله شليش عام دردو أن يحمدوه بهذه الصيغة الحمد لله تيشن خاستن براهو قدش نشتاني. أي قولوا يا عبادي إذا أردتم حمدي والثناء علي الحمد لله. هي ليش شالة شنا سون خستم وليتشا الحمد لله. قال أشكروني على جميلي. أشكروني سون شكر دي على جميلي وإحساني إليكم. الشنا دكتر بحمدش فأنا ربكم المستحق لجميع المحامد. سشو ديلو أقا زصوج واتشمسو خلاشا الذي أبدع وأنشأ خلق السماوات والأرض. حلغ قال نبو إذا استغلناش تسو الله شاو يسوقع تفسيرها لتا بما فيهما من سنون العجائب. تشوع رزن يتسو لشم نشساني تشوع دلو تامشن هم نشساني وأنواع المخلوقات البديعة. تقلق رزن يتامشن خزا قال هم نشساني بما يدهش العقول والأبصار. يقى حيقل شي يقى سقر شي تيتس دوشتو هم نشتاني. وخلق لكم الليل والنهار شن الله ودبي سيقالين وهما آيتان من آيات الله الباهرة. الله نأخذ زمين الشخص زمين يشي. ثم هؤلاء الكفرة الجاحدون لنعمي تولد أحو كرسنا أخا نعمة غبط سدشارة يسوون بينه تعالى وبين من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. تترو الله تق الله قل شوكي هما قل قل شو تسوك شا قلنا وش تتر بسار الله نغاح تان وغاح تتر شتبك تتر بسار. وقوله سبحانه يعدلون الله يعدلون الدوشة من العدل بمعنى التصوية.
عدل البوشن أدويس تسوي إما أدويس وراوني وتبولغي راونات يقال عدلت هذا بهذا إذا ساويت عدلت هذا بهذا أول إذا ساويت تسوي راونات الشيء أي يجعلون لله مساويا وشبيها هو الوثن والصنم الله اخترني وصار إذا إيدو شتير هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون إذ وشقال نجا بوبرخا ثم قضى أجلا سلط أخان خواتي نسوه أدمنا وأجل مسمى عنده تأقي خواتي نلأبردلون إخان تسخيمة الدوخانة تنجا عيوتن خاشو ثم أنتم تمترون سلط أخشدو سمني واحد سدي أشهدينخ أي هو جل وعلا الذي خلق أباكم آدم من طين الله هو شداق لك بوبرخ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين تلتعي قرنته من سلالة عينش هميزة من ماء مهين تويست بريزرين خنخ تويست سبيرميزة حاصلة من الأغذية المتكونة من الأرض كل شيء إذا سلالة يويز عين شو الخمة لقى قوله شتول ده أرشخة لاتير وقدر لكل إنسان أجلا من الزمن هور أدمن سخوتا ينخن عوج الخوتي نسوتنا يموت عند انتهائه إخان شق ميال لاليش وأجل آخر لبعثكم جميعا لا يعلمه إلا رب العزة والجلال تقطع خان يو شو غيت ورد الخانوي دقي الله بيخا شو الخانويس هو يوم القيامة إذ غيما تدو أجل فناء العالم تش دقهم عديد عوجلو الخانويس ثم أنتم أيها الكفار تلتع كرسنا خا تشكون في البعث وتنكرون إي أدم غيت ورد بوشت الهما خا سمني واحد سدوش تتسدو تشيس وهو الله في السماوات وفي الأرض إذ دي لوستيك لنشكى على التاع تشتيك أحقا قوش عالدوتن أغدويزة شنم التعوب وداتز يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الله هنخشتو شو قيلخ دجي شو قوش دجي أش ديش ميلدو الخما فأشويز أي هو جل وعلا المعبود في السماوات والأرض الله هو شين عبادة أشتغل أشكى على التح يعبده ويوحده ويقر له بالألوهية من في السماوات ومن في الأرض شين عبادة إتع وإزديل خضر تيدوتا أشتغل أشكى على التح ملغج ويعلم ما أسررتم أشقيل داخن خاتشن وما جهرتم به أشتغل ألق خاتشن من الأقوال والأعمال والأفعال قبر شاخي ديشتغل نخ ويعلم ما تكسبونه من خير أو شر أجدك نجوانك ديش خاتشن لا تخفى عليه خوفية من أعمالكم تعهما قيل دورش داتشن شو عمل شخاء وسيجازيكم عليها إتس أشدين دلهم نشي حاجن ديقن بيربوشن وهو وعيد للخلق زاقيرا بو أدمنا توش وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين تعا إزنمين يوش ما يأتسانا الله يجزني من الشكخاء تير خش نحوش بي أي أيوة وما يأتي هؤلاء الكفار وكرسنا عن سيوق دليل من الأدلة دليل شخص عادل المتدوطا أو معجزة من المعجزات يتعى معجزة متدوطا الدالة من المعجزات الدالة على وحدانية الله الله تأخذ أن تدوك الشاب وصدق رسالة محمد عليه السلام يلش محمد بغمر خلال بأخذ تدوكش إلا أعرضوا عنها تنضحى وشبيه وتركوا النظر فيها تنتسع وشبيهش غير مكترثين بتلك الآيات الباهرة شخص سياشا إذا خزأنا من الشم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم بقدك دعته تنسى عشان دائن شينا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ساندوردو خام شبور بوسان شاشا شين دي عز دو عتسان دين دو خمان خام شبور بوسان تويست نكزان يوغس أي فقد كذبوا بالقرآن قرآن قبل سديتار الذي جاءهم به خاتم المرسلين دي حرب يمر شين دين دولو من عند الله ديليغر فسوف يعلمون تان خأردو عاقبة ما يحل به من عذاب الله
rezultatı Allahi azib şeyin tedvasyanı rezultat çünkü posledstü xarüçen min fununil bela hu posledstü şu razni baralnaş pokuş osof osof ta'ala al kuffara kesna xapisad bina Allahu bi osofin thalatha qa kibar al awal halga nik al i'radu an al iman daqa iman tesediter şu ol nik ve thani al takzibu bi ayat Allah دل آيات شقوبات صدر والثالث قول نيك الاستهزاء بما جاء به المرسلون الاشبير مش دين دلهم نخصب أشربهم والنتيجة ريزولتات سيعلمون عقبة هذا الإجرام فصل استخاء لتسانة حق بستوبلينين ثم دعاهم إلى الاعتبار بمن سبقه من الأمم المكذبة فقال سبحانه تلدع الله قيقا بتسانة قيقا بتسانة ويلي الله şey halıq adlandı ummet şana bağdık da sen düşüldü Allahu bu alam yara kem ehlekna min qablihi min qarnin sen cegina asmel halıq ina çer halıq çer halıq mela ummet halıq dinen bak makkanahum fil ardi ma lam numakkin lekum sen bu dünyada ya hadel yirsa sen hiç kabella sen human diye sen del yirsa شون تدلق شون تدلق شون يتوما دعني تسقيات شتنك تان غلي تنيرس أي ألم يشاهد هؤلاء المكذبون المستهزئون حوص عوص تهرى وقتك تزدوش إزدي واتسد يشبولناخ كم أهلكنا من أمم قبلهم يال أمة خلقتنا صغر الحلق كذبت رسلهم شيباي مشخور بل سبين بل كقوم نوح وعاد وثمود هرسن هرقوم سن وأمثالهم سيرخترنش أعطيناهم من أنواع نعم رزن نعم اشتلير السن والعيش داخر رزن داخر أنهم نشتلير والتمكين في الأرض والدنيا دع شعبلر ما لم نعطيكم أي إياه يا أهل مكة شن سدلك هي مكة نخ وأرسلنا السماء عليهم مدرارا تانا مدرارا بوغ أبيلنا بوغدو تاقا تانا استغفرنا اشتهي غير سابيلنا تيس دغدا اترسان دوك بودون اش اترسان وجعلنا الانهار تجري من تحتهم تاتول شنير السان سان لخو ليلش فاهلكناهم بذنوبهم شيقين واش معنا سخل كبير اش وانشانا من بعدهم قرنا اخرين تسيلت احقنا خ بوش بيغرس اي انزلنا عليهم المطر متتابعا غزيرا وزيرا مدرارا تان أس دغدا إتير تعي حلغي دقو دوش وجعلنا الأنهار تجري من تحت مساكنهم تير تين وشن لخو ليلشتات ولش درس حتى عاشوا في الخصب والرفاهية والنعيم أق ورجين ورجينا دق خزا نعمة عش عاش بين الأنهار والثمار تاتو شقع بلدي شقع فكفروا وعصوا كرسنا الدين عيس خليرش فأهلكناهم بسبب ذنوبهم ثم أشبع نسو شخلق بير ووجدنا من بعد هلاكهم أقواما آخرين قيقا من الشابوش دي غير السار الضيح وفيه إنذار للكفار وقع كرسنا تشقيرا بو أي كما أهلكنا المكذبين الطغاة لق حل العبان بولا بقدك بقدس دي أشبولو تحبو أشبولا كرسنا خلق بأختر رأسا نحن قادرون أن نهلككم يا أهل مكة نحن قادرون أن نهلككم يا أهل مكة ونأتي بقوم خير منكم شون شو خلق دا هي مكة أهلو سانس بشو قنش عبار شو الولدش ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين أسهل قرآن دوسيني حارة تانت إيازينا دوش تال تند كيوغش حوش شاي كيوغش تاني تال كروشي تال تند كيوغش حوش تال إير كرسنا ودين شار إير مدار هنا هرا هما مدات بلغالا كل دستوبي إن هذا تشت ما هذا هذا بيان لطغيانهم وعنادهم وتكذيبهم لسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام هر بلغل داخر دو تير تيخ بيلر تير اوبريان ستو تير بقت در تيح هر بايمر ادمي اخا ايل وشو بايمر محمد عليه الصلاة والسلام
أي لو نزلنا عليك يا محمد، أي محمد أسود الوسن، كتابا من السماء مكتوبا على ورق جينا استقلارات عن كيخ شتيازن، كما اقترحوا في قولهم تاريز بطريب واتمدر تاريتريب واتمدر شغمي الأحا، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. حلوالا تكست كان تكست وقر حياة دوار وقيت شايت وقرا حلوالا رخ توتيش المدات تقل حلوار توتيش المدات استقل را تعطون كين كنيق يلت وقيش يوش. فعاينوا ذلك الكتاب تأق تأش كنيق تانقاقش ولمسوه بأيديهم شكوكش ساتن إيعيتش حتى يزول عنهم كل شك وارتياب. مس وسمن نسيق العيال الحمى لقال الكفار تعنتا وعنادا تأق إزا أبرام ستوا إتكرسنا غير مدرحون، ما هذا إلا سحر واضح. هرأ بالقلاء كالدستو بهمايات ظاهر أنه سحر لكل إنسان، مس أدمن قشتو السحر دوي يدر تارباخ. وقالوا لولا أنزل عليه ملك سار أول هن تنسيني قمالي كنت دائتنا أول سار لباتور ديتواش، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينذرون. بس ملك دائت شاء غبرو سوجا رشد تيدر هرغوكو ريال جاق دو أقردر خان دعتو ترياتيرتان. أي قال الطغاة من أهل مكة نسبرو لي ويناخ بوغا مكيرا، هلا أنزل على محمد ملك هنسى دوستو ملك كنت الوسط محمد أدي بحيث نراه ويكلمنا أنه نبي، وإن جاج الشاء بحيث نراه تأخذ سؤال أول شراء بيامر وقال محمد بيامر وقال، يعني يشهد تويست بصدق نبوة محمد عليه السلام تويست محمد بيامر خلال بقض وقال تويشهد يشتع ملك كنت الوسط. ولو أنزلنا ملكا كما اقترحوا تاتريبا واتمدر أسا ملك دوسيتشا وعاينوه سانجاجي ثم لم يؤمنوا اشتقت يشا لحق عليهم عذاب الاستئصال تانا نيس خردر قوش جاندو خردر اشبول ندعق لخلق بيش عذاب بأن نهلكهم جميعا اسوش بيجي خلق بيش، ثم لا يؤخرون ولا يمهلون تو طرفة عين سلطحة اقا اشوبشي دعاتة توتش بعرق نغرتو زامنا دعاتة توتش سراز خلق بيبر اشبار. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ملك بيمر وبيمر ملك ديش تلحار ملك بيمر ديش تلحار إذا أدمي أتجي كوسي آخر در إباخ أسيش دي دريس. وللبسنا عليهم ما يلبسون تأقبوت نتاي در السانة سار إتاك زبوتة هم بحندوش سار زبوتة سار شين يين الخلوة تاري كروش مو إدرا وقع تاري يين بوتني تا تويس تار بوش ولا مالي كونت دعويت بوش أدم وخل بوش إن شين تعان كور بوش ولا تار تويس تار إشتي بوتن بوتن ديش تلخم دوي تويس مالي كونت دعويت بوش تلخم إذا تانس قي جو بوتني تير باخ دي مالي خلش قي جو غا بالغر بالسرع باخ. أي ولو جعلنا الرسول ملكا أسي بايمرا متنا ملك ديش لأرسلناه لهم في صورة رجل أدمي تجي كتاع دعوت درسانس لعدم استطاعة البشر رؤية الملك في صورته الملكية أدمي نتقبوت دير ملك كاشي ملك سردع. وحينئذ يلتبس عليهم الأمر ويختلط تأقى تانا إدوشت الحال جو زبوتا نيخ درباخ، هل هذا ملك أو أم رجل من البشر؟ هل ملك دوتي أتاقوتي أربوش أي برشباغ؟ والغرض تأكيد استحالتي أن يكون الرسول من الملائكة ولا أشتغى أقا نيوزمورن خلرا نيوزمورن تشاغيرا شتو بايمرا ملك شخلي شوال، لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك بصورته الملكية وند ألشا أدمينيس بوش ديرا ملك كاشي ملك سورتا التي خلقه الله عليه الله شقوالا شند أقوال دو كتبه. وحين طلب رسول الله عليه الصلاة والسلام من جبريل أن يراه بصورته الملكية يلشتو
ديخشين أح جبرائيل شيء سورتاشين جيت ألاشا فتح جناحين من أجنحته فقط شي تام دعبيل نيرت وشي تيم شخا فسد ما بين المشرق والمغرب دعقل ليرت وتأخر شي شنطون ثاني زابد وسطك وعمل أمتك فأغمي على رسول الله عليه السلام عليه السلام تقيل شا سيزنا نبتلات معبجير من هول ما رأى شنجين دول خمنا جو خلا سراشنهم دول دير وفي كل مرة كان يأتيه بالوحي تخور خينها وحي دعشا جبر الملك يالشن تدو خينها كان ينزل عليه بصورة رجل أدمي تجي تجي كسي عدو فلأتن أو أحد الصحابة كدحية الكلبي كدحية الكلبي يتعن أصحاب شيء تعن أصحاب كسي عدو فلأتن نبرمير هرسن فكيف يكون الرسول ملكا موخل تاق فيمرا ملك موخل تاق ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون خير أقا هل حال دعبوا أن بقى مشتي عايز دي واحد سدينا تاق تدائر إز دي واحد سدي أشبولش ناخنا شاش إز دي واحد سدين دلخم شاش تباش دلخم سان شاين تدائر إتصم وليسر إشباخ تيش دي العاز بقى تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام يلشا برط وقر دهرا أي لا تحزن يا محمد على تكذيب قومك لك سمغتي حقوم حو قوبل سور بحندوش يا محمد فلقد استهزأ الكافرون بأنبيائهم الذين بعثوا إليهم من قبلك كسنا غزل واحد سدنا بايماشن دي أحوال حال باكتين بول كما استهزأ بك قومك هون دي أعتار غزل واحد سمدار خطر فنزل وأحاط بهؤلاء المستهزئين تاخت ايه ده ايه هو قيز دي واحد سديش بولش كرسنا خانا أشد أنواع العذاب وقرج اوغويد نكزاني نتيجة سخ سخريتهم واستهزائهم تاريز دي واحد سدر بحندوش حيث أهلكهم الله ودمرهم الله اشخلك من دي بولنستو يا عزب طغم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين أعال ودنيا دعات عصوه تولد حوسة موق تشقي خلا ديل تعتويش ديلا بق تعتويش بولش نيق تشقي موق خلا حوس أي قل لهؤلاء المستهزئين الساخرين هقا تبيش بولش ناق عند عال سافروا في الأرض سفر آل الله دنيا دعح فانظروا وتأملوا حوس ويلية ماذا كانت عاقبة الأمم المكذبة خشقي خلا الله قبل تعتويش بولش نيق ألم يهلكهم الله بعذاب الاستئصال الله وقال استخلق تبنش ويجعلهم عبرة للمعتبرين سير حيخا سبنا الله وحيخا ما تيوتشان وهذه سنة الله في الظالمين ولن تجد لسنة الله تبديلا هرى الله سنة ظلم ويشحق يحاء الله سنة خيش خمك الوكر وداتهم قل لمن ما في السماوات ولا دعال حيندو استقدنا أحلاه تعمل نلدلهم حيندو قل لله ديلي دؤال كتب على نفسه الرحمة الله وشين تيقن هي تنبازين تيقن هي تميخر وشال شين تدل نتسوى لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه قيمة تيني شو ديق وشخت ودتسوى تعاشين شو شيك شيك ويوشتل يقول يا أيها الرسول لقومك المنكرين للبعث أعال حقوم يا قيمة عريض ترتسى دوش بول شرقة لمن الكائنات جميعا هدفت الخم حين دمسوهما خلقا وملكا وتصرفا قول لرتسى شيخ لرتسى شناء قدرتسى فإن جابوك أو سكتوا تارهن رقلا لهما تارا فقل لهم تقريرا للحقيقة أحسان آل بقدك دعو أيشا هي لله عز وجل الله يمسوهما لا يشاركه في الخلق أحد هم قول لرح سن تعوف وات سن تاني تعوات وقد ألزم على نفسه الرحمة شين قن هي تمدب اللنسوة تفضلا منه إحسانا شيدك البحندوش أي يجمعكم أجلك الدرق إشين تدل النسوة وأي يجمعكم ويحشركم من قبولكم شغوشتوا شغيتا شكشن الشرى ليوم العدالة الإلهية
İçliğin ya ihude do Allah'ına ısrarlı ve sni sohiral dedo iz yevmul hisabi vel ceza hiyespana bi yakımana dedo iz ellezî la şakka fî meci'ihi şedâri ahtaşi kuyu uç dedo iz ve ellezî la yenbeğî li ahada yertâbe fîhi tan yeş yahsamni ve atsa deyiş uç dedo iz li vuduhi delilihi ve burhani şedelillâ bil galdol deyre ellezîne khosirû enfusahum fahum la yu'minûn. Şey doğmuş dey inaşa tere iman dolur dert. Üç bokuş, doğmuş dey inaş bokuş, iman te duruş baş. Ey la yakunu fihi el khasirun, ey yakunu fihi el khasirun. كقعاء هم الكفار المكذبون أي يكون فيه الخاسرون هم الكفار المكذبون الذين خسروا سعادتهم الأبدية. اتدينا حاء يشمع خربش خربوش Mülş bu üç humul kuffar ve mukezzibun. Üçe Allah'a kersin aldı. Allah'a kersin aldı. Üç bu üç. Ellezine khasiru saadetahum alabadiyya. Üç bu üçe şeye daim hırdol irs deyilmiş. Bi tekzibihim bi ayeti la değil ayetçe kovbat sadar bahandoş. Vel cümletu bi takbihi halil eşkiyai mücrimin. Her pridlajeyni yeğeniyu. Deyqaz pristupnik şi hal büyük büyük tir hal biyak diye şe hina yarona khusaratuhum al fadiha tan ginç hina ha şey ka ujasni yeşem tan ginç hina tak ona hakiti oy ve lehu ma sakana fil leyli ve nehar ve huve s-sami'ul alim. Allah'ı duhsetse ga büyüsene dina doşmel dolgun buldu ise ve huve s-sami'ul alim. Allah'a masum khiş karşı bu. İhticacun akhuru ala al-mushrikin. Qit'a do ve duya lina kirs mushrik na akhan duhula. Ve lehu jalla ve ala khas Allah'ın qastin tunyu. Malak mulku cemi'i ma thabata ve istakarra fil leyli ve nehar. Ak Allah inkar ayu setse yoşmel lhoma büyüsene dina. Al cemi'u ibaduhu ve khulqu. Mel lhoma tün leyştu tukvelen hundu ve tahta qahrihi ve tasarrufi. Tünne küyke la'du fahuwa l'ghaliku li kulli şey ve l'maliku li kulli şey. Musum kvel nek musum şekara de guiz ve huwa s-sami'u li akvali l'ibadi al-alimu bi ahvalihim. Şey leyşi qamyel şeşşe uize teyir hoğla şeşe uize. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم أعال أس ديل ووش قنق سين ولي لوترو قنق لوترو أسين تخواتين استيقل نشلات قولين وال ديل ووش قنق لوترو أس إيو شا يأم لشك شيئا يأم تعم لشواتيس الاستفهام للتوبيخ وبرس دوديش دايد دالين بابرس دوهارا أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ومشركنا أخي العال هي محمد الذين يدعونك إلى عبادة آلهتهم إشبو إشاح وشي ليش شي دي ديل نشن عبادتي دلي عقوق شبول بول أخو إشا أغير الله تعالى ديل وشقنق أتخذ الله رؤس معبودا شن عبادته وهو خالق السماوات والأرض إيوش نفتوريمك أكوني ولايتسا создатель на небес и земли ва мубдиухума аля гойри мисалин сабих и стигланыш ла тақуэл нагу иза шил халга иштхилла дочь кел туадуалина шаакуэлэн амду из ва ху розику ли айбадихи шалейшан литлу шару из мин гойри ахтияджин илейхим цагис ха хашта дочь шия ярзуку айбадаху ва ла юрзак шалейшан литлу шу ишин цама литлу шуатис. فكيف أترك عبادة لله الخالق القادر أصدق مودو تدو عبادة عدى مصن قال مصن نصب عبادة أسعد مودو عد مودو تدو وأعبد الضعيف العاجز
aka gilçuna ibadet yaş. Noktu ayet ve Subhanallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyke.